صامدة واسمك موجود ما شاء الله. الحمد لله. وش سر تونس في موضوع الأصوات؟ الحين فهمنا ذاك الوقت فترتكم أنتو تمرين يومك كله من معهد في معهد. صح. وأكيد أكيد تذكرين أسماء من زميلاتك وزملائك نفس الحالة. طبعا. اليوم الأجيال تتغير، اهتماماتهم تتغير، العالم كله قاعد يتغير. ولكن مع ذلك لا يزال البرامج المواهب والمسابقات في العالم العربي سواء اللي عندنا إحنا في الـ MBC أو في القنوات الأخرى. الأصوات التونسية دائما تتصدر سواء البنات أو الشباب. صح. ما هو السر؟ نقول لك حاجة. أول حاجة في سر مهم جدا، يعني جيل والدتي يمكن ما تعلموا كفاية لما بورقيبة الله يرحمه مسك تونس، أجبر التعليم على صار التعليم، كانوا قبل الست ما تودي بنتها تتعلم. هذه حاجة. فتلقى كل الأجيال في تعليم. ثاني حاجة شفت أنا وأنا بحكي لك على المالوف، كل عائلة، يعني أنا أمي تحكي لي مثلا أنه من ضمن جهاز العروس زمان كان لازم يكون في بيانو في تونس. كل عائلة، هي التكوين العائلي عبارة عن مدرسة. يعني المعهد الرشيدي لما الواحد يحضر حفلاته تلقى كل الأجيال، تلقى الأم جايبة طفلها وولادها وتعلمهم المالوف. ما فيش بيت في تونس مش حافظ مالوف، غير أنه ما فيش بيت مش حافظ مثلا المدارس الكلاسيكية من أم كلثوم لصنباطي لفيروز لمحمد عبدو لرباب لكل الخليج. عندنا ثقافة موسيقية اجتماعية مهمة جدا ساهمت برشا في تكوين الأصوات. فيطلع التونسي أو الشاب أو البنت حافظ سامع، هذا غير أنه بيسمع أجنبي كمان كثير، يعني فرنسي على كلام مهم وجميل.